الخير وصباح النور والورد والياسمين على احلى متتبعات كي صبحتوا لاباس عليكم صباحنا عاوتاني على الشقه ولا تماره كيف ما ديما المهم البنات انا اليوم راني آه باقه في التحدي انني مع نفسي بنفيق بكري ونحيد شغلاتي بكري اليوم محيت دايره اللوبيا البنات كيف ما كتشوفوا آه كتجيني ساهله الحقيقه آه كنحس براسي الشغل دغيا كيتسالى المهم هنا البنات كيف فقت شال الكوزينة عجنت ومن بعد قلت غادي نطيب اللوبيا عاد نشعل على المقراش باش نعمر كويز ديال اتاي ونفطر نرى راه مازال ما فطرت ما فطر ماتيش حاجه وانا من نوع يعني من الناس اللي خاصني كنفيق كنفطر ولكن الحمد لله قلت انوض نجن ونطيب الغديوه ديالي الغديوه راه ساهله كما عارفين اللوبيا اسهل ما يكون يعني دغيا كتبجد وما كتلقايش فيها يعني صعوبه لا تبقاي توجدي شحال من حاجه المهم هنا راه البنات كتشوفوا معايا غادي نقرص مخيمرات لحقاش قلت غادي ندير مخيمرات الفطور لحقاش ما صابح عندي لا خبز شي حاجه المهم بالنسبه للوبيا درت مطيشه ودرت بصيله ودرت الثومه وعقده ديال القزبر العطريه وشويه مليحه مليحه وشويه ديال الزيت البلديه وزيت الروميه ورويت عليها صافي راكم عارفين العطريه البنات درت الكمون والكمون والتحميره والخرقوم عود ودرت سكينجبير والابزار صافي ايوا وكيف ما شفتوا معايا راني سديت على الكوكوت ديالي شكل وهنايا بديت كنقرص بالخبز بعد كان طيف هنا ما خمر راني بديت كنطيب في المخيمرات ديالي البنات عمرت هنايا بريريت ديال اتاي صافي وغادي ندير زبيده وعسيله ما بغاوش ليا الدراري الزيت البلديه صافي قلت ندير ليهم هذا الزبده والعسل صافي غندوزو دابا نفطرو وهانتوما معايا البنات في اي حاجه درتها شوفوا معايا الطريسه الكيزه يا ربي معي السر. وبعد ما فطرنا حبيباتي دابا غادي ندوز ندير واحد شويه ديال البخور ومطبع الحال راني جمعتها وشففناها انا ولمياء آه صافي قلت غندير شويه ديال البخور ديال العود كيحمقني البنات كيجي كي, حمقني كي زوين ريحته زوينه وكتبقى رائعه رائعه في الدار كيف ما معايا راه ما بقاش عندي هضره ديجا كان جابتو ليا اختي الله يعطيها الخير الصراحه دا خير الله ديال الوقت راه لا وانا كل مره كندير منه شويه شويه من المهم انا راه كنبخر الدار وما تنساوش البنات ديرو صورة البقره انا كنديرها راني شاعلاها راه كيف ما كتشوفوا شعلتها وقلت نبخر شويه صافي الدار دابا راه نقيه الكوزينه راه نقيقيه حتى هي غسلت الماعن وطيبت الغدا وطيبت الخبز الخبز راه طاب قبل من, من الغدا البنات صافي كيف ما اش بغيت نقول لكم كيف شفتوا راه طيبت حتى المخمار وخبيز قبل يعني ما يطيب الغدا المهم المهم البنات اليوم غادي نشارك معكم واحد واحد لا طارت لي واحد الكيكه واعره 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 بزاف بالشوكولا كتجي كتحمق المهم غنبداو نيشان في المقادير المهم هنا عندي هاد الساشيه ديال الكوبيل ديال 5 دراهم غنديروا واحد واحد الصوص واعره مهم كاس ديال الزيت وكاس ديال السنيدة وكاس ديال الحليب مقدار ديال يعني كاس العنبة وهذيك الساشية ديال الشكلاط كلهم غنديرهم في الخلاط ونخلطو الخليط مزيان مزيان من بعد هذا الخليط هذا غنشدو غنحيدو منه واحد الكاس ديال العنبة غادي نحتفظو به بالنسبه للخليط غادي نخويو في الجبانيه هذه وغنزيدوه فاني وغنزيدوه ثلاثه ديال البيضات آه من بعد غادي نغربلو واحد الكاسونس تقريبا ديال الطحين انا هزات ليا كاسونس مع جوج خمارات صافي نخلطو الخليط ديالنا وغادي نديروه في شي مول كما بغيتو المول اللي عندكم آه انا غادي ندير مول ديال الزاج المهم هنا كتشوفوا معايا راني غربلت الطحين وغادي نزيدو الخليط ديالي هذا الكيك هذا كيكون شويه خفيف وكيجي في الحقيقه زوين زوين بزاف المهم كيف ما شفتوا معايا هذا هو القوام ديال الكيك صافي غنزيد هاد الخمارات وبالنسبه لديك الصوص اللي درنا الاولى لا بغيتو ديروها حتى هي للدهن تقدو تزيدو عليها الدهن يعني الخبز او لي كريب تقدو تزيدو عليها البنات كاوكاو مهرماش محمر او اللوز او القرقة او اي حاجه عندكم في المكسرات راه كتجي فن هذيك الصوص المهم حنا احتفظنا بداك الكاس اللي غادي نسقيو بيه ان شاء الله الكيك ديالنا كيف ما معاي معايا بعد ما طاب الكيك بعد ما طاب الكيك كيف ما جا رائع لذيذ 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 قولوا لي باقي الله كتسقي فيه علينا لذيذ مهم راه الصراحة أنا مجربة راني يعني صايبتو ديك المرة كنت غنشاركو معاكم مهم بالنسبة لهذا الصوص ديال الشوكولا أنا غنزيدو واحد الكاس ديال الدانيت كيبقى اختياري بغيتو تزيدو زيدو مبغيتوش نتوما ليكم اختيار غادي نحاولو نتقبو الكيك ديالنا بشي كيغدو ولا بشي فورشات ولا شي حاجة مزيان مزيان باش نخويو هاديك الصوص الشوكولا باش يعني الكيك ديالنا يتشرب هاديك لاصوص من جناب ومن كلشي انا كنتقب وكنخوي هذيك لاصوص ديال دي الشكلاط حتى كتشرب مزيان مزيان ومن بعد زينوها باش ما بغيتو انا عندي شويه ديال اللوز شديتو هرمشتو ماشي محمر غير اللوز اللوز عادي بجلوفو شديتو هرمشتو غادي نخويها هكا كتزين من الفوق لكم نتوما الاختيار زينو باش ما بغيتو صافي البنات كيف ما كتشوفوا معايا هنا دابا بديت كنزين في الطاقة طاغت في الكيك ديالي المهم راه كتجي في حقيقه بحال شي طاغت راه كتجي لذيذه وخفيفه صافي دابا غادي ندخلها للثلاجه تشد راسها واحد شويه ومن بعد غادي غادي ندوز نقطع لكم شي طريف باش تشوفوا الشكل ديالها كيف داير وهنا يا البنات راه هذه العشيه هذه البنات غديناها وسالينا وتكينا ونظ قلت غادي نقطع هذيك الحليوه وغادي نوريكم الشكل ديالها كيف كيجي كي ها نتوما كتشوفوا غير في التقطاع كتبان لكم راه خفيفه كتجي خفيفه ومهويه وكتجي معلقه بهذيك الصوص اللي درنا ليها أه في حقيقة كتستاهل أنكم تجربوها جربوها البنات وردوا عليا في أه تعليقكم تعليقكم زوينه والصراحة اللي كتعجبني ودائما أه كنتسنى المزيد من عندكم البنات المهم كيف ما معي معايا دا دابا الطريف ديال الحليوة ديالنا اللي خفيفة ومعلكة بداك الشكلاط أه المهم كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هانتوما شوفوا معايا راه واخا نضر نشكر فيها خصكم تجربوه هي كيكه سهلة كيف ما شفتوا معايا مقادير اللي بسيطه بزاف ولكن راه كتجي لذيذه سيرتو الا صايبتوها بالليل وقدمتوها حتى النهار الثاني راه كتجي معلكه بزاف كنتمنى ان شاء الله يعجبكم فيديو ديال هذا النهار هذا وحقيقه نوستوني ونوستكم حتى انا كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على القلب ديالكم كيف ما عودتكم يا ربي دائما في الفيديو ديالي كنحاول ندير فيديوهات اللي خفافين يعني باش ما, ي... ما يكونوش طوال بزاف اللي يكونوا مملين المهم كنشارك معكم يوميات ديالي آه وكنشارك معكم اي حاجه درتها كنشاركها معكم آه مهم قبل ما آه نختم معكم الفيديو ديالي غادي نقول لكم شكرا بزاف بالنسبه للناس اللي دخلوا عندي القناه ديالي آه كنقول لكم مرحبا بكم الف الف مرحبا وشكرا للمتتبعات ديالي اللي مسانديني دائما آه المهم غادي ما نطولش عليكم غادي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم حتى تلقوا فيديو ماجي بحول الله خليتكم على خير